فيها حداثة خلفية لجهات سياسية، لبعض المستثمرين في هذه الجهات، لبعض الدول، فبكل تأكيد لن نستطيع ذلك. الآن البعض يعتبر العراق وشعبه وخيراته وثرواته عبارة عن مغانم، وينبغي أن يتم الإفادة من هذه المغانم إلى أقصى مدى ممكن، وبالتالي مع شيد الأسف تتكالب هذه القوى الظلامية الفاسدة على العراق وشعبه وخيراته وثرواته في كل لحظة. يعني فقط في عام 2020 وهي سنة تقشف كما يذكرون، ولم يتم إقرار موازنة في هذه السنة، المبالغ التي تم صرفها للاستيرادات الخارجية 60 مليار دولار، المبالغ الحقيقية للاستيراد 12 مليار دولار. إذا 48 المبالغ البالغة 48 مليار دولار. 48 مليار هاي كلها؟ نعم سيدي، 48 مليار وين؟ هاي 48 مليار فقط في عام 2020، السنة اللي ما بيها موازنة. هذه الأموال اللي أنا أذكرها، الأستاذ سعد يقول لي أموال الشعب، هي كلها أموال الشعب، لكن أنا أذكر أن هذه الأموال جاءت من تصدير النفط وبعض الإيرادات، تم تحويلها إلى دينار عراقي. أين ذهبت هاي 48؟ ذهبت إلى جيوب الفاسدين، وتم تحويلها سواء في الداخل العراقي أو في خارج العراق عبر آليات أنا ذكرتها لحضرتك. فبالتالي اليوم سيدي الكريم القضية معقدة للغاية، فيها جهات دولية، فيها جهات إقليمية، فيها جهات مخابراتية، وجزء أيضا منها في الداخل العراقي هو الجزء الكبير، وبالتالي عملية تفكيك هذه المنظومة لا يمكن تفكيكها أبدا دون الاتجاه نحو تشكيل حكومة عراقية بكامل الصلاحيات، وليس الآن مسلوبة الصلاحيات. الآن رئيس الحكومة لا يمثل سوى 10% من السلطة، و90% من السلطات موزعة على أقليم كردستان وعلى الوزراء ورئيس الجمهورية ورئاسة البرلمان والمحافظات وغيرهم. وبالتالي حصة رئيس الحكومة الذي نتكلم عنه ليلا ونهارا هي ما تتجاوز 10%. وذكر لك سيادة النائب أستاذ عبد الأمير ذلك، وأنا أؤكد مرة أخرى على ذلك، ينبغي أن تكون حكومة كاملة بموجب المادة 78 والمادة 80 من الدستور، هي المسؤولة ومساءلة في جميع الملفات. أما أن تنهش الحكومة وتنهش الدولة ومؤسساتها بهذه الطريقة، وليس فقط طبعا بمناسبة من القوى السياسية، وإنما أصبح على مستوى يعني بشكل هرم سيد المسعودي من القمة للقاعدة. سيد المسعودي إذا تتحدث يعني عن تتحدث عن حكومة عندها صلاحيات، أرجعاني شوية إلى الحكومات المتعاقبة السابقة، السيد المالكي، السيد العبادي، غيره، ما كان عندهم صلاحيات؟ الآن السيد اللامي يقول لك إحنا قدمنا، قبلها السيد المالكي 8 سنوات، أيضا هذه كلها في عهدهم أكو أموال كثيرة، ليش ما صار هذا الشيء؟ أهم كانت حكومة وعندها صلاحيات وتقدر تسوي كل شيء، ما شفنا هذا الشيء، شنو راح يختلف؟ سيد الكريم، منذ عام 2004 لحد الآن لا توجد حكومة عراقية بكاملة الصلاحيات، لأنه النظام يعني الجانب الدستوري في العراق هو الذي سبب هذه الإشكالية، بالتالي لا يوجد رئيس حكومة يتم التصويت عليه بموجب الدستور، لأن الدستور واضح يقول الذي يأتي بالكابينة الوزارية رئيس الحكومة. أنا أسألك بالله، هل الوزراء جابهم رئيس الحكومة؟ إذا كان السيد الكاظمي يعني جاب 4-5 وزراء، فالحكومات التي سبقت لم تأتي بأي وزير. فبالتالي نحن نرغب بأن يكون رئيس الحكومة المقبل هو الذي يأتي بالوزراء، وهو الذي يأتي بالمدراء العامين وفق الآليات الدستورية، وهو الذي يأتي بالبرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري، ويكون مسؤول مسؤولية كاملة في التطبيق. سيد المسعودي هسه عند المخالفة هسه من هسه السيد حسن الكعبي النائب الأول حاجز منصب الرئيس الوزراء بالحكومة المقبلة يقول بتيار الصدري، هسه من هسه هو إلكم. لم يذكر ذلك، لم يذكر وياي برنامجي بنفس عميق في رمضان قال رئيس الوزراء القادم صدري، ومليون بالمئة
وياي وبعد لا لا وبعد كملها العباره قال اما صدري او ياتي عن طريق التيار الصدري هسه بالتالي كمل العباره يعني مو هسه حجزتوه استاذ رياض هسه حجزتوه يعني وهذا لا اخي الكريم هذا مرهون بنتائج الانتخابات نقطه على السطر هذا مرهون بنتائج الانتخابات وتفاهمات القوى السياسيه وحجومها في مجلس النواب وهنالك ايضا تدخلات اقليميه وتدخلات دوليه جيد العمليه السياسيه في العراق عمليه سياسيه معقده